السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بتوحشوني من فيديو لفيديو، والله والله بتوحشوني يا غاليين. كل سنة وانتم طيبين، ويتعاد عليا وعليكم عليكم، ويا رب كده دايما دايما عليكم بخير. من فرحتي بيكم والله يا حلوين اللي بتحبوني. طبعا انا قدامي دلوقتي المواعين في الحوض، وبكلمكم والله وانا سعيده ومبسوطه ومش زعلانه على فكره. هتقولي لي ليه؟ هقول لكم دلوقتي. طبعا الفيديو دلوقتي عباره عن روتين غسيل المواعيد الخاصه بالسحور بتاعي. ماشي. السحور اللي بيكتبولي بيقولولي يا فقيره، يعني الفقر مش عيب، الفقر مش عيب. انتوا زعلانين ان انا فقيره؟ فقر، فقر النفوس، فقر، فقر النفوس المريضه اللي هي بتكتب لي دي، فقر، فقر النفوس مش فقر الجيوب. ها، ومفيش معده، مفيش معده النهارده هتشكرك، والله ما في معده هتشكرك، مفيش معده هتشكر حد، وكل واحد على قده. بلاش تجريح، بلاش تجريح، قولوا يا نعمة، قولوا يا فتح، قولوا يا صحة. عيب، عيب، ده احنا في رمضان، عيب، ده احنا في شهر كريم. ليه يعني؟ لازمته ايه التجريح؟ انا مش زعلانة، بس عايز اسأل يعني اللي بيكتبوا الكلام ده، بعد اذنكم يا حبايبي، معلش، لازمته ايه؟ لازمته ايه التجريح؟ والله ملو لازمة. ربنا قال، ربنا قال كلمة طيبة صدقة. انتوا ماسكيني ليه يعني؟ حاطيني في دماغكوا ليه؟ يعني انا مش عايزة اتكلم في الموضوع ده، بس عايزة اقول كلمتين. مكبرين المسألة ليه؟ عند لله رضا، عايشة في حالي، لا بجيب سيرة حد ولا عايزة حد يجيب سيرتي. مالكوا يعني؟ طبقين اتنين وكلت فيهم لقمة هنية تكفي مية، عيش وملح، رضا الحمد لله. مش احسن ما اطلع منظر واقول اني كلت خروف وانا ما كلتش؟ ليه يعني؟ انا زعلانة قوي 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 عليكم. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يا ريت تراعوا ان الكلمة الطيبة صدقة، ولا تحسوا بالكلمة قبل ما تطلعوها على حد، جربوها على نفسيكم. قسما بالله والمصحف، قسما بالله وبحلف بالله، الهدوم بتداري اجسام. ياما ناس معاها فلوس مش عارفة تاكل اللحمة، وكل يوم عندها استعداد تاكل لحمة، انما انا اكلت فول حلو رضا. ماله الفول وحش؟ الفول امال انتوا بتاكلوا ايه؟ فول اجدع، اجدع واحد في الدنيا بياكل ايه؟ يقول لي رسمته ايه التجريح يا حبايب قلب؟ ليه؟ ليه ده كلمة طيبة صدقة؟ ده ربنا اللي قال، برضه قال الخير في امتي. رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الخير في امتي ليوم الدين. انا عشمانة في الناس اللي بتحبني بعد ربنا، ولا عشمانة في الله خير، لأن ربنا قال من حب عبده حب في ربه. اللي بتكتب لي في الكومنتات أنا بقولها لك يا حبيبة قلبي، ربنا يهديك، بس مش هسامحك، مش هسامحك. أنا كل مرة بكتب وأقول لك أنا مسامحاكي، سامحيني، مش هسامحك. معلش يا جماعة اعذروني. ماشي، دي طاسة الفول اللي انا ايه بتخيل عليها، يعني مش عارفة انتوا بتاكلوا ايه وانا باكل ايه. يعني قناتي منوعات، شاملة كل حاجة، قناتي شاملة معاكم كل حاجة. نزلت معاكم ايه؟ لقمة تخيلوا عليا، تقولي يا فقيرة، يا ست فقيرة، الغني هو الله، الغني هو الله، فبلاش، بلاش تجريح،
بلاش تجريح وسيبوا الناس في حالها، بلاش تجريح. انا بكلمكم وانا في اول الفيديو فرحانه ومش زعلانه، بس انا بقول لكم تقول لا شويه اللي بتكتبوا. ادعوا ربنا، رمضان مش شهر اكل، رمضان مش شهر اكل ولا عزايم، رمضان مش كده. رمضان لو كان كده كانت الناس تعبت، كانت الناس تعبت، كانت الناس تعبت. على فكرة رمضان عشان تحس بأخوك. افرضي يا ستي انا فقير، افرضي يا ستي انا فقير، افرضي تطلعي تجرحي فيا تقولي لي انت فقيرة ليه؟ ربنا نفسه ما يرضاش بكده يا حبيبتي، ربنا يهديك النفس. بس مش هسامحك، انا مش هسامحك، كل اللي انا هقولهولك انا مش هسامحك. انا بس في اهو الحمد لله ان انا عندي الحاجة دي. انا جيت في يوم ما كنتش لاقياك، كنت انا كده حلوة. اللي بتقول عليا فقيرة، اللي بتقول عليا فقيرة، تعالوا كده نشوف حضنا اللي مكتوم ده نديله زقة. سامعين؟ يلا بينا حبايب قلبي كده. حبايب قلبي يبقى روتيني البسيط الفقري او الفقرية او الحاجة الفقري ولا العارفة قالت ايه، انا راضية بيه الحمد لله. ربنا يخليك ليا يا ابلة منى. طبعا جايبة لكم الاطباق دي ربنا يخليها للدكتورة منى. طب لولا كنت قلت عليا ايه بقى؟ ربنا يخلي الدكتورة منى والدكتورة هنا. الحاجات اللي قدامكم دي كلها انا مش شارياها، هي اللي جايبها لي. يلا الحمد لله. والفقر مش عيب، الفقر فقر النفوس مش فقر الجيوب. حبايب قلبي فضلا وليس امر، الليمون مهم اليومين دول. الليمون حلو بيهدي الاعصاب وبيروق. يا ريت يا ريت كلكم تعملوا بالليمون اليومين دول. ودي كانت حاجتي النهاردة معاكم، ويا رب كده روتيني كان يعجبكم، والكلمتين اللي انا قلتهم مش تزعلوا مني حبايب قلب حسون، معلش سامحوني، بحبكم في الله. كلامي كان مقصود بحد بيقول حسناء اكلها فقري، الفقري مش عيب. وربنا قال لكم بلاش تجرحوا في بعض. حبايبي بحبكم كتير كتير، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان سعيد عليكم وعلى أمة محمد. قومي يا حبيبة قلبي لو وراكي حاجة ما تكسليش. حبيبة قلبي روتينك كسلانة، يلا كده ما تكسليش وما تزعليش من الكلمتين اللي انا قلته. معلش كنت بطيب خاطري في طريقتي. اسيبكم في رعاية الله وامنه، وبحبكم كتير كتير. ربنا يجعلكم انتوا اللي بتمسحوا دموعي وتطبطبوا على كتفي وبتهونوا علي. في رعاية الله اسيبكم واقول لكم بحبكم في الله، وكتر خيرك اللي كسرت بخاطري. ربنا ما يكسر خاطركم. في رعاية الله أسيبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.